قتل 9 أشخاص كانوا على متن سفينة للرحلات، وذلك بعد غرقها إثر اصطدامها بناقلة بضائع في نهر موسكفا بالعاصمة الروسية. وزارة الطوارئ الروسية التي أكدت أن فرق الإنقاذ استطاعت انتشال 7 أشخاص من إجمالي 16 كانوا على متن المركب السياحي، أرجعت سبب الحادث إلى خرق مالك السفينة لقواعد الملاحة النهرية. مالك السفينة تعرض لعقوبات إدارية 3 مرات هذا العام بسبب تجاوزه الحد الأقصى لعدد الركاب المسموح بركوبهم على متن المركب السياحي. الحادث يأتي بعد 3 أسابيع على غرق السفينة الروسية بلغاريا في نهر الفولغا، ما أدى إلى مقتل 122 شخصا في أسوأ حادث ملاحة نهرية في روسيا عقب الحقبة السوفيتية.